الجوع يقود زبائن جدد إلى يوسف. الشاب السوري يعمل كطاه وبائع وجبات عربية سريعة في هذا الكشك الصغير في سوق مايباخ أوفر في برلين. أتى يوسف إلى ألمانيا كلاجئ قبل عام ونصف وتعلم أساسيات اللغة بسرعة. وقبل أشهر قليلة اغتنم الفرصة والتحق بشركة ريفيويت الناشئة التي توفر فرص عمل للاجئين. عم بهيئ شيء للخل والخل يعني يعني عم يعجبوها هاي الشغلة و ايه يعني كتير شلون بدي لك انه يعني فرحانة هذا الشيء اللي عم يصير معي. تأسست شركة ريفيويت في آب أغسطس الماضي وتعتمد على أكشاك الأكل المركبة على دراجات هوائية يقودها العاملون ويتنقلون بها بين الأسواق في العاصمة الألمانية. أحد مؤسسي الشركة هو أيمن عزاوي. الشاب الألماني من أصل سوري أراد أن يؤسس شركة بفكرة بسيطة ومربحة توفر فوق كل ذلك فرص عمل للاجئين ومصدر رزق ثابت وطويل الأمد لهم ولعائلاتهم. بهذه الطريقة نساعد اللاجئين الذين يعملون معنا على التقرب من المجتمع الألماني، فهم يتفاعلون مع الزبائن الألمان باستمرار ويتواصلون معهم باللغة الألمانية. أيمن عزاوي وشركاؤه يريدون توسيع الشركة وتحويلها إلى تعاونية، مما يتيح للاجئين ليس فقط أن يعملوا كموظفين فيها بل أن يمتلكوا أيضا جزءا منها.